داودي مدرب الشباب الاصيلي، مرحبا بك معنا على موقع الماتش برو. اولا بغينا قراءه في مجريات المباراه. المباراة يعني ما لعبناش بحال اللي كنا كنتصوروها، نظرا لان جينا ناقصين تقريبا شي 5 ديال اللاعبين، كاين التوقيف وكاين الاصابات، جا لهم ماتش واش نقول لك، ما جابش داك الله ديك اللي تمنينا، جاونا فرص ضيعناهم، كاين اخطاء بنادم وباقي ان شاء الله احنا ماشيين مصلحه. يعني الحصيله ديال فريق الشباب الاصلي حصيله جيده، يعني 7 انتصارات، نقولوا ثاني هزيمه هي اليوم، يعني فريق اليوم ما ظهرش بداك المستوى اللي نقولوا انه يستحق صداره قسم وطني الثاني. يعني واش الاسباب اللي ذكرتي ديال الغيابات يعني هي السبب، ام ان الفريق هو هذا الاداء ديالو الحقيقي؟ لا، الفريق شي شحال المقابله انتصر في الدار البيضاء، الا سبق لك تفرجتي في الفريق ولا كاين فرق كبير بين المقابله انا مرسلت مع فتح البيضاء ودابا نقول لك يعني تقريبا، وي هذا هو مربط الفرس، يعني ما بين المباراه ديال فتح سبات يعني والمباراه ديال اليوم ماشي تشبه الاصيل تقريبا 6 ديال اللاعبين ولا يعني فارق في اللوات وكذا، وغي 7 ولا 6 ما يكونوش حاضرين، راه شحال قلنا انا برافو لهاد اللعابه، يعني جا راهو الماتش، يعني كاين اللي اول مره كيلعب وشمت، يعني راه 6 7 موعتين كاين شي تنتيه ما يمكنش، يعني الطموحات ديالكم واش هي الصعود؟ لا انتي ان شاء الله الطموح، دابا المباراه ديالك كتجري مباراه يعني باش تجري ضروري، يعني لا كان ان شاء الله لاعبين على الصعود ونعزوا الفارق ان شاء الله بشي لاعبين. يعني كاين بعض الاسماء في هذا الميركاتو الشتوي؟ ان شاء الله غادي نجيبوا شي لاعبين. شكرا لك حكيم.